ايه ده؟ انانية بقى الانا، ليه تسيبني ليه في تعمل لي سن الشباب الزيجات معظمها الطلاق هو نهايتها؟ الشباب يعني يمكن جوزوا 4 5 6 سنين مثلا وبعدين يحصل طلاق، في لانه تقديرك من خلال برنامجك تجربتي وانت عشتيه جيدا يعني. الست بتحب في الجواز، او البنت بتحب في الجواز الراجل كأنه ست زيها، تدي له الحب كأنه ست زيها، والراجل بيدي للمرأة الحب كأنها راجل زيه. ففي سوء فهم بينهم طول الوقت. الست محتاجة تعاطف، طبطبة، مش محتاجة حلول. يعني الست لما تشتكي للراجل، أول الراجل لو قاعد مع واحد صاحبه واشتكى له وقال له مثلا مديري مطلع عيني في الشغل، فهيقول له طب يا أخي ما تسيب الشغل. الراجل هيديله الحل. يقول له كده، يعرضه على انه يسيب الشغل. لا، هيديله الحل من وجهة نظره. الحل هو سيب الشغل، لانك ما دام متألم الحل كذا. نعم. يعني الرجل حلال المشاكل دي، طبيعته فطرته. تمام تمام. الست مش عايزة الراجل يحللها المشكلة، هي عارفة حل المشكلة. لكن هي عايزة يقول لها يا ده اما راجل خسيس، صحيح اما فعلا عندك يا حبيبتي معلش بس كده، تحبه قوي وتموت فيه قوي لو عمل كده بس. بالنسبه للراجل، الست بتحبه على ان هي تقول له كلام حلو ومش عارف ايه كده. لا، كل بني ادم محتاج كلام حلو، لكن الراجل عايز انه يتقبل زي ما هو، انه يحس انه ناجح في اسعادها. نعم. فيبذل اكتر. نعم. لكن لو حس انه فاشل، حتى ولو كان فاشل، بينصرف عن العلاقه، حتى لو فضل فيها بجسمه بيمشي. خلاص، ده اسباب الطلاق. فالغرور العالي وعدم معرفة طبيعة الرجل وطبيعة الست هو اللي بيخلي سوء الفهم ده يحصل وبسرعة. تفتكري متى تراجع الأب في البيوت؟ لما الأنا تتدخل. لما الأنا تتدخل، يعني هل الأنانية هي الصخرة اللي بتكسر عليها؟ بتكسر عليها كل شيء، كل شيء. في العلاقات الإنسانية بشكل عام، في الصداقة. خلينا أسألك سؤال مباشر، هل غرف النوم هي السعادة الزوجية؟ لا لا لا، مش صحيح. مش شرط. نعم، مش شرط. مش شرط. لا. ليس شرطا على الإطلاق. لا. الحب هو الأساس السعادة. الأساس طبعا. قولي لي يا سماح، فنيا أدوارك في السينما والمسرح، لقيتي نفسك في إيه؟ في التمثيل. أيوة، ما أنا فاهم. سينما ولا مسرح؟ أنا اتفرجت عليك في المسرح. المسرح أكتر. نعم، المسرح أكتر، اتربيت فيه وبحبه. له ريحة المسرح، خشبة المسرح لها ريحة حلوة قوي قوي، خاصة جدا، مش موجودة في أي حتة في العالم. الكتاب، لأنك أنت ربما كنت من الممثلات القليلات في مصر التي تجيد التعبير عن نفسها. أول مجموعة كتب قريتها كنت في ستة ابتدائي. اللي خلاني أعمل كده كان أستاذ اللغة العربية بتاعي، كان اسمه أستاذ محمد سعد، ربنا يمسيه بالخير لو عايش طبعا أو يرحمه. نعم. لو كان توفى، كان بيعمل معايا تقريبا شبه مناظرات، وكان بيضايق مني قوي لان انا يعني بناطح كتير في فجينا في اجازه الصيف، فقال لي لا، ما هو انت يعني بتقري الحاجات اللي على قدك بتاع. قلت له اللي على قدي اللي انا قاريه بقى انيس منصور، قاريه يوسف السباعي، قاريه احسان عبد القدوس، كان مجنني طبعا طبعا المرحله السنيه. نعم. المهمه دي. نعم. فقال لي لا دي الحاجات بتاعه سنك وبتاع. قلت له امال ايه يا استاذ محمد؟ قال لي جورج زيدان، انت ما قريتيش؟ رحت رايح على دار المعارف اخر يوم في الدراسه، رحت رايح على دار المعارف اللي في البلد دي، وجبت مجموعه جورج زيدان، غاده كربلاء بقى والحاجات دي، كله بقى بتاع 8-9 كتب، كل واحد قد كده، وقريتي وخلصتهم في أجازة الصيف، ولغة عربية بقى متشددة ومتقعرة وحاجة صعبة، وخلصتها. ورحت أول يوم في المدرسة أدور على الأستاذ محمد سعد ده، لقيته. قلت له أستاذ محمد، قال لي، قلت له أنت قريت كام كتاب من جورج زيدان؟ قال لي قريت 3. قلت له أنا قريت كذا وكذا 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 وكذا، خلص لي مجموعة. قلت له قال لي طيب. قلت له ناقشني، من فضلك ناقشني حضرتك، انا موجوده. كان عندنا حصه مكتبه، حاجه اسمها حصه مكتبه طبعا، كانوا يودونا المكتبه اللي يقرا مجلات، اللي يقرا كوزيه معانا. فقلت له ارجوك، احنا عندنا حصه مكتبه يوم الثلاثاء ويوم الخميس، ارجوك انا مستنياك. فكان بيجي لي وبتاع. فده يمكن اكتر حاجه يعني علمت فيا. لم يسقط سهوا كلمه كان عندنا حصه مكتبه. انا عايز اقف عندها واتساءل، واكيد الناس اللي بتشوفك وبتحبك
ويمكن شخصيتك لما بتنفتح على العالم وعلى الدنيا يحبوا طريقتك وتجربتك. كيف يمكن إقناع شاب صغير بيشتغل على النت طول العمر، مرجعيته في الحياة هي النت كما تعلمين، الفيسبوك هو كل العالم بتاعه، كيف تقنعيه أن الحرف المكتوب له قيمة ويسكن العقل؟ مش حاضر أقنعه بالحكاية دي. أقول لك ليه. مش هتقدري تقنعيه. أقول لك ليه. ليه؟ لأنه إحنا في عصر بقالنا فترة بنطبل في كل حتة، حتى في إعلام وفي فن وفي كل حتة بنطبل لمعنى إن الشيء أو المادة أقيم من القيمة. بمعنى نعم. إنه الترابيزة دي أقيم من العمل. الفلوس اللي في جيبك أقيم منك. العربية اللي أنت راكبها أو العلوان اللي أنت فيه أقيم منك. وهكذا. فده يعني ده عكس ناموس الكون. يعني هل الكون ده أقيم من ربنا اللي خلقه؟ لا يمكن طبعا. فإحنا بنطبل غلط يعني. وبعدين حضرتك عارف الإنترنت دي أنا مش ضدها، بالعكس أنا شايف إن ده أحسن وأجمد اختراع حصل في تاريخ البشرية كلها. بس ما ينفعش دي مصباح علاء الدين. أنت تقدر تعرف وتتعلم وتتخرج من أي حتة وأنت بجامتك في أوضة نومك من أكبر جامعة في العالم. يعني أنت مؤمنة جدا بالتكنولوجيا، لكن ما ينفعش يبقى في إيدك مصباح علاء الدين وتقول له النبي عايز طبق كشري تلعب جيمز ولا تقعد على الفيسبوك. ده في ناس ساكنة على الفيسبوك ده. صحيح. والله ساكنة. يعني مش معقول. يعني في واحده اللي هو انا عيانه انا في الانعاش. انعاش ايه على الفيسبوك يعني؟ مش ممكن. طبعا انا عارف. يعني احيانا عيني. ايوه. لكن تفتكري الفيسبوك والنت مرجعيه للثقافه؟ لا. النت 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 بمعنى ايه النت؟ ان حضرتك عايز اي معلومه عن اي شيء من الممكن تماما انها تيجي عن طريق النت. كل شيء. هل الكتاب الالكتروني في المستقبل هيبقى جزء من المعلومه؟ لكن هل الكتاب الورقي سوف ينتهي؟ لا يمكن. لا يمكن. هل لكن الصحيفه اليوميه سوف تنتهي؟ ما اعتقدش ان الحاجات دي هتنتهي. لكن متعتها بقت محصوره على طبقه من عاصروها او جيل بالتحديد. من عاصروها. نعم، من عاصروها. صحيح. ليه درست الإخراج؟ يعني ليه كان الإخراج جزء من طريقة فكرك؟ لسببين. أولهم إن أنا عايز أعرف كممثلة. لما درستش تمثيل، يعني أنا خريجة أداب فرنساوي، مش معهد التمثيل أو معهد سينما، فكان ومثلت، فكنت عايز أعرف أنا شغلتي كممثلة من حقيقي ومش من حقيقي. لأن كنت دايما أشوف مثلا إنه لما يجي لي سيناريو أيامها، يعني انه يقولوا لي ايه اي حاجه انت عايزاها في السيناريو اعمليها،